بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، دائما في اللايف لاستقبال الفرق المشاركة في الدوري هنا يعني المنطقة يعني ديال التصريحات ممر يعني التصريحات معنا الآن لاعب ومشارك من مدرسة المغرب التطواني يقول لنا الارتصامات ديالو على هذه المشاركة في هذه الدوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي محمد ياسر الأغداس، كنلعب مع المغرب أتلتيكو تطوان. كنشكر جميع المؤطرين على الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي محمد ياسر الأغداس، كنلعب مع مغرب أتلتيكو تطوان. كنشكر جميع المؤطرين على الاستضافة، استضفونا بأحسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد سيراج علي ياسين، لعب مع نادي مغرب أتلتيكو تطوان. كنتمنوا ربح البطولة، وشكرا على جميع المؤطرين، الاستضافة ديالهم جميلة للأندية المشاركة في هذا الدوري، وشكرا لكم. مرحبا. عندكم شي كلمه هنا نهضر هيدا نيشان؟ واخا. السلام عليكم. اولا كنشكروا منظمين الدوري على هذا الدوري اللي نظموا لنا وعلى حسن الاستقبال كان في مستوى، وكنشكرهم بزاف، ونتمنى الدوري ان شاء الله غدا ان شاء الله تكون منافسه ويكونوا فرق في احسن صوره، وكنشكرهم بزاف بحال اللي قلنا. شكرا. السلام عليكم، اسمي دحان ادم، وحنا فرحانين على الاستضافه ديالكم. السلام عليكم، اسمي امير الخبابي، ولعبي اتلتيكو تطوان. يا جينا هنايا الناظور، هنا الدوري هدايا باش نغلبوا،